النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضراتكم، ولكن خلونا الأول نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. أبرزها كان الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى محافظات الجمهورية، وكمان متابعة سيادته لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها. امبارح أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المحافظين، والحكومة نفت الشائعات التي ترددت حول خصخصة المستشفيات الحكومية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة، وده بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفائتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها. كمان امبارح تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة ليها، ووجه سيادته بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، وده في ضوء أهميته وبما يمتلكه من أصول متنوعة بتستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، وبما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت أساسية لصون المال العام. امبارح برضو ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، وأكد ضرورة متابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة، وقال إنه من خلال ما تم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تلاحظ إن هناك مبالغة من بعض التجار في تسعير السلع، بل وتفاوت في الأسعار للسلع الواحدة بين مكان وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد رئيس الوزراء إنه في ثلاث ملفات مهمة بتأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار في هذه المرحلة، هي أولاً حل مشكلات المستثمرين القائمة، ثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، ثالثاً الترويج للمشروعات والفرص المختلفة. امبارح أيضاً الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه ده مش حقيقي، وإن المستشفيات الحكومية هتظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين وبرسوم رمزية للقادرين، ده غير التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها إدراج 52 مشروع جديد في الخطة الاستثمارية الجديدة لقطاع الكهرباء في مطروح، وكمان إعلان مسابقة أو نتيجة مسابقة الطالب المثالي في جامعة بني سويف، وبدء أعمال القافلة الطبية المجانية بالفرافرة في الوادي الجديد، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها إدراج 52 مشروع جديد في الخطة الاستثمارية الجديدة لقطاع الكهرباء، واللي بتتضمن إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وتحويلها من هوائي إلى أرضي، وشراء مهمات إنارة بمراكز مدن المحافظة بتكلفة 566 مليون جنيه. في دمياط أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة توفير عدد من فرص العمل داخل مصانع القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة، واللي بتتمثل في 36 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة. في جامعة بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الدراسي 2022-2023. المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد فتحي بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي، وحصلت الطالبة هدير حسن بالفرقة الثالثة بكلية السياسة والاقتصاد بالمركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة. في المنوفية تم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واللي بتتمثل في إقامة 107 نشاط ثقافي وفني خلال الفترة من 8 لحد 14 ديسمبر الجاري.
في سوهاج بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة، واللي هتستمر لحد يوم 25 ديسمبر الجاري. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر غرب المحافظة تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتي نهر النيل. في الغربية نظم متحف أثار طنطا المهرجان الأول لرسوم الأطفال ذات الطابع الأثري والتاريخي، وده بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. في الوادي الجديد بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها بقرية بئر 5 في مركز الفرفرة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.